بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم. السؤال اللي قدامكم السؤال رقم 27 في التوقعات. السؤال 27 في التوقعات خاص بالديناميكا. السؤال بيقول: تتحرك كرتان ملساوان كتلتهما 2.8 كيلوغرام على مستوى أملس يميل على الأفقي بزاوية قياسها 30 درجة. يعني أنا عندي هنا كده مستوى مائل على الأفق بزاوية 30، في عندي كرتين، الأولى بتتجه لأسفل وكتلتها 2 كيلوغرام، والتانية كتلتها 8 كيلوغرام وبتتجه لأعلى. لو سمينا دي ألف، كرة ألف، ودي كرة باء. وسرعة الأولى 8.4 متر على الثانية، وسرعة الكرة الثانية بالنسبة للكرة الأولى يعني سرعة نسبية، سرعة الكرة الثانية بالنسبة للأولى يعني سرعة نسبية، يبقى باء ألف 14 متر على الثانية. وتحركة الكرتان بعد التصادم كجسم واحد، كرتان تحركهم بعد التصادم كجسم واحد، متجه الحركة هنخليه متجه ياء لأعلى. فبيقول لي احسب الزمن الذي يمضي بعد التصادم مباشرة حتى يسكن هذا الجسم لحظيا. طيب احنا الأول السرعة النسبية عين باء ألف بيساوي عين باء ناقص عين ألف. العين باء ألف 14، العين باء ما نعرفهاش، ناقص العين ألف بتمانية وأربعة من عشرة، بس هنخليها بالسالب. ليه؟ عشان العين ألف ماشية ضد اتجاه الحركة، وسرعتها 8.4 ضد اتجاه متجه الوحدة، متجه الحركة يعني، هيبقى بالسالب، يبقى هتساوي العين باء زائد 8.4، يبقى 14 بيساوي عين باء زائد 8.4. إذن العين باء هتبقى 14 ناقص 8.4، هتطلع 5.6 متر على الثانية. 5.6 متر على الثانية دي العين باء. طيب بعد كده، بعد ما جبت السرعة بتاعت العين باء، نبدأ ان احنا نعمل ايه؟ نجيب بقى القانون بتاعنا: كف واحد عين واحد زائد كف اتنين عين اتنين بتساوي كف واحد زائد كف اتنين بعين شرطة، على اعتبار ان ده القانون. تصادم غير مرن، السرعة كف الأولانية بكام؟ باتنين، سرعتها سالب 8.4، الكتلة التانية كام؟ 8، سرعتها كام؟ 5.6، مجموعهم الاتنين كام؟ 10، عين شرطة. العين شرطة تطلع بكام؟ تطلع نحسبها كده على الحسبة ونشوف تطلع بكام. نحسب على الأقل الحسبة، هتطلع كام؟ 2.8 متر على الثانية، تمام؟ طيب طالما السرعة طالعة بالموجب، فده يدل على إن إنها ماشية هتمشي مع اتجاه الحركة. يعني بعد التصادم الجسمين هيبقوا جسم واحد وهيتحركوا في اتجاه الحركة. طيب حتى يسكن لحظيا، حتى يسكن لحظيا. طب يبقى بعد التصادم، بعد الايه؟ بعد التصادم، ركز معايا بقى عشان الحته دي مهمه جدا. بعد التصادم الجسمين هيبقوا جسم واحد وهيتحركوا مع في اتجاه الحركه حتى يسكن لحظيا، فاحنا لازم نجيب العجله بعد التصادم. هيبقى العجله بتساوي سالب د ج 30، دي مهم قوي. طالما المستوى ايه؟ أملس، دي قاعدة احنا عارفينها لازم تكون فاهمها كويس. بعد التصادم هيبقى الجيم هتساوي سالب د ج 30، يبقى سالب 9.8 في ج 30 بكام؟ بنص، تطلع سالب 4.9، ولازم تطلع بالسالب العجلة عشان دي عجلة تقصيرية، لأن هيسكن بعديها لحظيا، وهيبقى العين النهائية طبعا عشان هيسكن لحظيا يبقى العين النهائية بصفر.
عايزين الزمن، يعني العين بتساوي العين صفر زائد الجيم ايه؟ الجيم نون. العين هي بصفر والعين صفر هتبقى هي السرعة اللي هي 2.8 زائد ناقص 4.9 نون. هنودي دي هناك ونجيب النون بقى، هتطلع نودي هناك هتبقى سالب 2.8 على سالب 4.9، فطبعا تطلع في الآخر 4 على 7 ثانية. أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا طريقة حل السؤال. استنوني في السؤال القادم في التوقعات.